التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري مع مبعوث وزير الخارجية الأمريكي لأزمة قطر ومساعد وزير الخارجية لشؤون دول الخليج والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار جولتهم الحالية في عدد من دول المنطقة لبحث مستجداتها مستجدات الأزمة وسبل حلها. وطرح وزير الخارجية المصري خلال اللقاء كافة الشواغل المصرية حيال استمرار الدور السلبي الذي تقوم به قطر في رعاية الإرهاب والتطرف عبر توفير التمويل والملاذ الأمن للإرهابيين ونشر خطاب الكراهية والتحريض وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية بما يهدد الأمن الإقليمي العربي والسلم والأمن الدوليين. وأكد وزير الخارجية المصري على التضامن والتنسيق الوثيق بين الدول العربية الأربع والتوافق فيما بينهما حيال ضرورة تنفيذ قطر لقائمة المطالب 13 التي قدمت إليها والالتزام بالمبادئ الستة الحاكمة لها والتي تتسق مع القانون الدولي وفقا لما تم التأكيد عليه في اجتماعي القاهرة والمنامة. وأشار سامح شكري لما أظهرته الدول الأربع من جدية في التعامل مع الأزمة عبر الإعراب عن استعدادها للحوار مع قطر شريطة تنفيذ الدوحة لكافة التزاماتها في مكافحة الإرهاب ووقف سياساتها الهدامة في المنطقة، مشددا على أن العبء الآن يقع على قطر لإثبات حسن النوايا والبدء في معالجة جذور المشكلة.